بجد مش مصدق الانجاز اللي احنا حققناه الفتره اللي فاتت. الحمد لله يا اكمل، كل حاجه مش زي ما احنا عايزين لغايه دلوقتي. لغايه دلوقتي تقصدي ايه؟ لا ابدا. انا عارف قصدك ايه، ما تخافيش يا امينه، التصميمات اللي مع تسليم انا هخليها اخر حاجه عندنا في الديفيلي، علشان لو اتسربت زي المره اللي فاتت هتبان في الديفيلي بتاع فاروق الهامي، لانه هيتعمل قبلنا. طب ما نعرض احنا الاول، وبالمره نعرض موديلات تسليم الاول، عشان لو حصل تسريب يبقى اوريدي حرقنا الموديلات. لا 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 يا امينه، انا يهمني اعرف مين اللي بيخون اكتر ما يهمني احرق موديلات الهامي. بس خلي بالك يا اكمل، هي مش غبيه قوي كده عشان تروح تسرب موديلات هي اللي مسؤوله عنها، ده حتى تبقى مكشوفه قوي يعني. عندك حق، عندك حق يا مينا، خصوصا بعد التغيير اللي حصل لها بعد الموضوع ايام. المهم يا اكمل انها مش ذكيه، حتى ما استنتش شويه يعني، ده على طول ظهر عليها الفلوس. يا امينه ما تنسيش انها حاسه ان مستحيل حد يشك فيها. الهانم ناسيه ان بقالي سنين بشتغل الشغلانه دي، عمري ما حصل الموقف ده غير لما شرفت هي عندنا. انا اسفه يا اكمل ان انا جبت واحده زي دي هنا. لا يا حبيبتي ما تقوليش كده. على فكرة في المجهود اللي عملتيه الفترة اللي فاتت عوض لنا كل اللي اتسرق مننا. هو انت قلت لي ايه دلوقتي؟ يا حبيبتي، هو انت لغاية دلوقتي ما تعرفيش انك حبيبتي؟ اثبت حضور المدعي والمدعي عليك. عرف عبد الشاف المحامي حاضر مع المدعي حنف البرنس وبتوكيل رقم 2343 السيدة زينب النموذجي. سامح دياب حاضر على المدعين بشخصهم وتوكيل رقم 3916 شبرا النموذجي. طلباتك ايه يا استاذ عرف؟ سياده الرئيس، انا بتشرف بتقديم حافظه مستندات ثابت فيها شهاده من مصلحه الاحوال المدنيه تفيد اعاده قيد موكلي حنف البرنسي في سجل الاحياء وشطبه من سجل الوفيات، وكذلك ايضا محضر صلح موقع بين الطرفين المدعي والمدعى عليهم ارجو اثباته في محضر الجلسه، وبناء عليه التمس من سيادتكم الحكم ببطلان إعلام الوراثة، وذلك تأسيسا على زوال السبب ووجود موكلي حنف البرنس حيا يرزق على قيد الحياة. وانت مين؟ أنا كيدام عبد القوي جديد خدمتك، مرات حنفي أم البنات. وده توقيعك على محضر الصلح؟ أنا مضياب مزاجي، محدش ضغط عليا، الحمد لله إن أبو بناتي حنفي رجع لنا بالسلامة. وانت مين؟ أنا حلاوتهم يا سعادة القاضي، الزوجة الأولى. وده توقيعك برضه؟ ايوه يا سعاده القاضي، انا وقعت ولا حد جبرني ولا حد هدني. وانت مين؟ محسوبك يوسف منصور ابو سويلم الوسع الطفل يوسف، وموافق على محضر الصلح وموقع عليه كمان. استاذ سامح، باعتبارك محامي المدعي عليهم ومختصم بالدعوه، ليك اي طلبات واعتراض؟ لا يا فندم، انا متضامن مع زميلي الاستاذ عرفه محامي المدعي، بس بحب اكد على محضر الصلح. بعد الاطلاع على الاوراق والمستندات حكمت المحكمة ببطلان إعلام الوراثة الخاص بالمدعو حنفي البرنس بموجب المادة 176 من قانون الأحوال الشخصية. رفعت الجلسة.